المجلس أدعو الإخوان الأخوات للوقوف نقرأ فاتحة الرحمن على المرحومة والدة السيد الرئيس بالمناسبة نقدم التعازي الحار. الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم الضالين آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. المونتاج تبع برنامج السينما على السابق هو احد البرامج الهيكليه من اجل وضع قرصانه من وسائل التدخل في مجال تشغيل الشباب والاهتمام بشكل عام في برنامج تصميم الشباب وفق مقاربات جديده. والان في افق بلوره هذا الشرط مع البنك الدولي في نفس الافق كذلك كانت لقاء يوم 12 فبراير مع الشركه الماليه الدوليه الاي سي بي اللي هي احد فروع البنك الدولي مرتبطه بتمويل المشاريع الكبرى حول تمويل مشاريع برامج التنميه الجهويه. فيما يرتبط بعض البرامج الاساسيه ضمن نقطه التنميه غادي نصرف فقط البرامج والمشاريع اللي تم فيها اجراءات او تحدث خلال الاخوان اللي وصلتنا من الدوله ديال ميوز. اولها البرنامج المرتبط بالمسالك السياحيه انجاز دراسه حول المخطط الجهوي لتهيئه الجبل بالجهه. احنا الان في طور العمليات التقنيه كلها هي تمت في طور اعلان عن الصفقه التي ستتم في غضون الاسابيع المقبله. تمويل وانجاز برنامج تسمين وتاهيل المدينه العتيقه كما كنعرفوا بان تم إعادة الولاية السابقة بإطار اتفاقية مع إحدى الجهات في فرنسا اللي هي جهة الشمال. الآن وصلنا لصيغة توافقية حول أسلوب تدبير هذا المشروع لتكوين تدبير غير عملي للمكتب الوطني للتكوين. الآن نحن مباشرة مع مكتب التفاصيل العملية من أجل افتتاح الأشغال واستقبال وفود الطلبة كالمؤسسة الأساسية بالنسبة للجهة ولكن أساسا بالنسبة لمدينة أسفي. فيما يرتبط بمجال تقوية الكفاءات كانت هناك طبعا اتفاقية للتعاون في مجال تحسين جودة الخدمات الإدارية بين وزارة إصلاح الإدارة ووظيفة الأمنية والجهة. اتفاقية كذلك حول إدماج جامعتي القضاء عياض ومحمد السادس بوليتكنيك في مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالجهة. اتفاقية شراكة وتعاون بين الجهة وجامعة بورغون الفرنسية واتفاقية شراكة بين الجهة الممثلة بغرض المنتخب وجامعة محمد الخامس ممثلة بمعهد بنك الشوش من أجل إرسال دعائم أولى لمباشرة تعليم اللغة الصينية على مستوى الجهة. فيما يرتبط بمشروع الحب الفلاحي الجهوي مشروع اقتناء الإعاقة العقاري المعروض في جدول الأعمال دورة الكتب كانت هناك اتفاق عليه. المقاربة اللي مشينا فيها هو أن الجهة ستقتني الوعاءات العقارية حتى تتحول من موقع تفاوضي مع مختلف الأطراف المحلفة بإجازة المشاريع. نفس الشيء بالنسبة لمشروع المنطقة اللوجستية مشروع اقتناء الإعاقة العقاري هو كذلك معروض في جدول الأعمال هذه الدورة. مشروع القطب الفلاحي الاصطناعي لبنغرير اتفاقية في طور التوقيع بعدما تمت المصادقة على هذه الدور السابقة. المنطقة الصناعية لأسفي انطلقت مسطرة نزع الملكية في حوالي 130 هكتار بجماعة بلاد سنان والشطر الأول في إنجاز هذا المشروع الأساسي بشراكة مع مكتب شركة الفوسفات ومفيدي الفوسفات. السوق الجهوي للمنفعة الوطنية مشروع اقتناء الإعاقة العقاري هو كذلك بدوره معروض في جدول أعمال هذه الدورة. فيما يرتبط بمشروع مدينة الإبداع الفني المشروع اللي كتقوده مدينة مراكش هو في مرحلة دراسة الاستشارات الهندسية. القطب الجامعي للصويرة نحن في مرحلة تحديد الوعاء العقاري وواجهنا في هذا الموضوع على ذات صعوبات حقيقية لعدم توفر العقارات المطلوبة داخل المدار الحضري لمدينة الصويرة. والآن كما نحكي على حلول بديلة عندنا ثلاثة ديال الاقتراحات سيتم التحكيم فيما بينها قبل الشروع العملي في مباشرة إنجاز هذا المشروع. دراسة المؤهلات السياحية للساحل هذا الموضوع عادة أن يدخل في إطار دراسة المتعلقة بتهيئة الساحل والتي سيتم هي كذلك الإعلان عن طلب عروض بشأنها وطلق عليها كذلك في الدورة السابقة. مراكز تصفية الدم نحن الآن في مرحلة تسوية وضعية العقار المرتبطة بستة ديال المرافق الأولى التي التزمنا بإنجازها.
مشروع المخطط الجهوي لتدبير النفايات دراسه مكانيه في طور الانجاز وتعتريها بعض الصعوبات المرتبطه بتحديد الصلاحيات ما بين مختلف الاطراف المتدخله على اعتبار ان الجهه هي فقط طرف داعي والجماعات المعنيه بهذا الموضوع الان كاين هناك مازال نقاش حول طبيعه يعني الحصر للكلمات في هذا الموضوع. الان بعد لقطات مرتبطه بانجاز احد مكونات برنامج التعاون مع المؤسسه القطريه بينطبق الان عمليا هي اشغال بناء المستشفيين مستشفى البلدي ومستشفى العزفي. الصور معروضه امامكم كتبين في وسط الاشغال بالنسبه لهذا المشاهدتين الجديدتين على اعتبار ان كل مشاهدات المبتدئه متقدمه نسبيا اكثر بالنسبه للمستشفى العزفي، ولكن الاشغال تسير وفق الوتيره المحدده ويتم انجازها في الاجال التي تم الاتفاق بشانها. الان نمر بعد بعد عرض بعض المكونات ما تم انجازه في اطار التقنيه الجهويه الى برامج اخرى مرتبطه اساسا اولها ببرنامج تجهيز خارج برنامج تقليص المفارقه الاجتماعيه والترابيه مع القراوي. الحصيله الان بالارقام على مستوى الاستثمارات اذا جمعنا 2016 و2017 و2018 كنوصلوا الى استثمار اجمالي فيما يرتبط بمجال بناء وتهيئه الطرق من جهه برسم 3 سنوات يفوق 222 مليون ديال الدرهم. وبعض من هذه الصور التي طبعا على مستوى المجالات الترابيه التي كنت نقولها بدون شك تكونوا تابعتوا لبعض من هذه المشاريع اللي انجزها في هذا الاطار. الان فيما يرتبط ببرنامج تقليص الفوارق الاجتماعيه والترابيه العالميه